أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لما قام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة لسنوات عديدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن تنعم بلادي وجميع دول العالم بالأمن والأمان. إن 23 من شهر سبتمبر من كل عام هو ذكرى التاريخ الذي أعلن فيه المؤسس الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه عن تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 ميلاديا. وقد جاء هذا الإعلان بعد رحلة كفاح طويلة وشاقة بدأها يرحمه الله بفتح واستعادة مدينة الرياض عام 1902 ميلاديا، واستمر بعدها لثلاثة عقود في توحيد شبه الجزيرة العربية وترسيخ الأمن والأمان في كافة ربوعها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليحقق بذلك أكبر وحدة عربية في القرن العشرين إلى أن توفاه الله في عام 1953 ميلاديا. وقد تواصلت واستمرت مسيرة الخير والنماء التي بدأت منذ عهد الملك المؤسس يرحمه الله في عهد أبنائه البررة من بعده الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبد الله يرحمه الله جميعا، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله. وشملت المسيرة تنمية وتطوير المملكة وإدارتها وتحديث أنظمتها في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة في العالم، وأصبح المواطن والمقيم والزائر ينعم بالازدهار والأمن والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وقد جاء إعلان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرؤية المملكة 2030 تكليلاً لتلك المسيرة، ليرسم ملامح مستقبل مشرق للمملكة تبنيه سواعد أبنائها من شباب وشابات هذا الوطن الغالي. فمكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي ستمكنها بإذن الله من أداء دورها الريادي كعمق وسند للأمتين العربية والإسلامية. في البداية أتقدم بالشكر الواجب لمعالي السفير أحمد عبد العزيز قطان على هذه الدعوة الكريمة في هذه المناسبة الطيبة والعزيزة علينا جميعا، وهي الاحتفال بالعيد القومي للمملكة العربية السعودية. وأنتهز هذه الفرصة لأنقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بدوام التقدم والرقي، وأن يديم على المملكة الاستقرار والأمن والأمان. وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في الحكومة المصرية، يسعدنا أن نهنئ بالعيد القومي المملكة العربية السعودية، معبرين عن تقدير القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق التي وقفت بجانب شقيقتها مصر عقب ثورة 30 يوليو 2013 لتساند إرادة هذا الشعب في أن يختار طريقه نحو مستقبل أفضل. وقد كانت مصر على مر التاريخ داعمة للمملكة العربية السعودية في مواقفها في إطار هذه العلاقات التاريخية المتميزة. كما أؤكد بشدة على وقوف مصر
قلبا وقالبا، قيادة وحكومة وشعبا، مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية في صف واحد لمحاربة الإرهاب والإصرار على دحره واقتلاعه من جذوره وتخليص أمتنا العربية من شروره، والعمل سويا لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية. إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة الوطنية الجليلة التي تحتفلون فيها ونحن معكم بالذكرى 87 للعيد الوطني لبلدكم الشقيق التي أسسها جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. فقد سجل التاريخ في هذا اليوم مولد المملكة العربية السعودية التي ننظر إليها اليوم وهي ترتقي في مكانتها وهيبتها بين دول العالم. وعنوان هذا اليوم يمثل منارة تضيء الطريق للأجيال القادمة ورسالة سامية تمتلي عزماً وقوة بحكمة وفضل قادتها الأفزاز بما تركوه لهذه الأمة وأبنائها من خير ونماء وعزة وكرامة، فأستحق شعبها أن يرتقي إلى أعلى مراتب السعادة على مستوى الأمم جميعاً. أكرر تهنئتي باسمي واسم أعضاء مجلس النواب المصري لشعب المملكة العربية الشقيق وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن عبد العزيز، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ولي العرش جزل الوهاب.